وتعليقا على ما تبعناه في قمة جدة للأمن والتنمية، ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير تحياتي لك أولا. يعني أهم النقاط التي استوقفتك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية. بكل تأكيد يعني كلمة هامة أمام قمة بتوقف في لحظة استثنائية، فجأت الكلمة في قراءتي معمقة وشاملة، تعاملت مع الأوضاع الاستثنائية برؤية تشمل الحديث عن خمس محاور هم ما يمكن من خلالهم تحقيق هدف الأمن والاستقرار والازدهار. أولاً الدعوة للتعامل مع الأزمات الراهنة التي تعصف بالمنطقة، سواء كانت أزمات الماضي كالقضية الفلسطينية أو وضع السيد الرئيس قواعد الحل المتفق عليها دوليا، دولتين، دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 والقدس الشرقية عاصمة لها. وحقيقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كان هناك توجه عربي واضح وصريح وفي كافة الكلمات للتأكيد على محورية القضية الفلسطينية والدعوة لإحياء عملية السلام. الحديث شمل المحاور الخمسة كما ذكرت، تسوية الأوضاع سواء فيما يتعلق بأزمات الماضي أو الأزمات المستجدة، سواء كنا نتحدث عن القضية السورية أو الوضع في ليبيا أو في اليمن، وكذلك حديث السيد الرئيس في البند الثاني من محاور الاستقرار التي تحدث بها، بناء المجتمعات على أسس ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لتحقيق المصالح الوطنية. فحقوق الإنسان هي قضية وطنية داخلية تخدم الحفاظ على حقوق الشعوب، ودور الدولة الوطنية كان محورا لحديث السيد الرئيس في هذه النقطة، والتأكيد على أن الحكم الرشيد ونفاذ القانون والحريات والمساواة وإعطاء المرأة حقوقها والسماح لمؤسسات المجتمع الدولي المجتمع المدني بلعب دورها وحماية المؤسسات الدينية وأدوارها والإصلاح الاقتصادي والاستثمار والتنمية. أتصور كان المحور الثاني في محاور الأمن والاستقرار التي دعا إليها. المحور الثالث كان الأمن القومي العربي، ووصفه السيد الرئيس بأنه كل لا يتجزأ وبشكل مشترك يمكننا التصدي لكل التحديات وفقا لقواعد ومبادئ عدم التدخل والمساواة واحترام سيادة الدول واحترام مبادئ الأمم المتحدة، والدعوة لأمن إقليمي يسعى من أجل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. والنقطة الرابعة الهامة لتحقيق الأمن والاستقرار، حدد السيد الرئيس الإرهاب كخطر داهم والفكر المتطرف وانتشار الميليشيات المسلحة وضرورة التصدي لدورها الهدام، وأن المنطقة يجب أن تستند على دور الدولة الوطنية ولا دور للميليشيات وتجار السلاح والدول خارج الإقليم الداعمة التي تأويهم وتدربهم وتنقلهم من منطقة نزاع لأخرى. الحديث عن الأمن القومي العربي هنا كان برؤية شاملة حددها السيد الرئيس. النقطة الخامسة والأهم تعزيز التعاون الدولي، فما نواجهه حاليا هي قضايا عابرة للحدود ولابد التصدي إليها بشكل متكامل كنقص الغذاء والطاقة والأمن المائي وتغير المناخ، والعمل على التعافي من خلال بيئة تعاون تقود لإعادة بناء البنى التحتية وتبادل التكنولوجيات وتنويع الشراكات والتعاون من أجل مواجهة أزمة الغذاء وأزمة الطاقة. يعني عبر السيد الرئيس عن كيفية التعاون الدولي من أجل مواجهة أزمة الطاقة معطيا المثل بمنظمة غاز شرق المتوسط كواحدة من أبرز أشكال التعاون وأطره التي تحافظ على ثروات الدول وتوظفها لمصلحتها. ولم يفت السيد الرئيس الحديث بشكل واضح وصريح عن الأمن المائي وأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية، والتأكيد على أن دول المنابع يجب ألا تفتئت على مصالح دول المصب. كذلك تحدث السيد الرئيس عن أهمية التغيرات المناخية ولا بد من التعاون الدولي لمساعدة الدول العربية والإفريقية الأكثر تضررا من تداعيات أزمة
التغيرات المناخية التي تعصف بدولنا جميعا، وكذلك الدعوة والتحية والاستقبال في كوب 27 مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالمناخ والمقرر عقده في 7 نوفمبر في شرم الشيخ، لإعطاء فرصة للمجتمع الدولي مساندة الدول العربية والإفريقية لمواجهة التغيرات المناخية. فعلا سعادة السفير، يعني أوجزت ما قاله السيد الرئيس في قمة جدة، خطة من 5 محاور لتحقيق الأمن والاستقرار. إذا ما ربطنا هذه الخطة بما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن وبعض تصريحاته التي ذكرها في القمة أيضا حول وجود عزيمة أمريكية لمواجهة التهديدات الإرهابية وتقديم الدعم لحلفائها، أيضا اتباع أن المصالح الأمريكية مرتبطة بالنجاحات والاستقرار في المنطقة. إذا ما ربطنا هذا الكلام بما قاله السيد الرئيس، كيف يمكن استثمار هذه القمة والخروج منها بموقف رابح للأطراف جميعها والحصول على مساعدات أمريكية جادة في سبيل محاربة الإرهاب والميليشيات والعصابات الإرهابية في المنطقة ومحاربة أي تهديدات إرهابية من أي من كان في منطقة الشرق الأوسط؟ سؤال هام جدا. خلينا نقسم قمة جدة للأمن والتنمية إلى قسمين رئيسيين. قسم يتعلق بأجندة الولايات المتحدة وكلمة الرئيس بايدن وتحركاته في المنطقة سواء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وفي قمة جدة اليوم، وكلمة السيد الرئيس والقادة العرب. كلمة السيد الرئيس والقادة العرب تحمل الرؤية المصرية العربية الإقليمية والداعية للأمن والاستقرار الإقليمي كما يجب أن تستمع إليه الإدارة الأمريكية والأطراف الإقليمية، إسرائيل وإيران وتركيا وغيرهم وإثيوبيا وغيرهم. أما فيما يتعلق بالرؤية الأمريكية فكانت القمة من وجهة نظر الولايات المتحدة وكما أقرأها هي قمة تتعلق بالطاقة والأمن الإقليمي في ضوء أننا على مشارف قريبة بنسبة 98 إلى 99% من التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، فلازم أن يتوجه إلى تل أبيب لطمأنتها من خلال إعلان القدس الأمني الاستراتيجي ليعطي الإسرائيل الطمأنة التي ستصاحب التواصل لاتفاق مع إيران، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وسنضمن أن لا تمتلك إيران هذا السلاح، ولكن في نفس الوقت طمأنة وتأمين دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تقع الولايات المتحدة في نفس الخطأ الذي وقع فيه الرئيس أوباما عندما وقع اتفاق نووي إيراني وانسحب بالمنطقة ولم يقدم أي تطمينات لحلفائه الاستراتيجي من دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول المنطقة. حديث الرئيس بايدن أو كلمته كانت تتعلق بالطاقة وتحقيق الأمن، وأنا أقصد بالأمن هنا إيران وقضية الإرهاب والطاقة، طبعا طلب زيادة مخزون الطاقة وعودة إيران إلى الساحة الدولية المنتجة للطاقة أعتقد ستكون السبب الرئيسي للتوصل لاتفاق في هذه المرحلة، وبالتالي تأمين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول المنطقة تجاه تداعيات هذا الاتفاق وعدم خروج بل اندماج الولايات المتحدة في المنطقة هو أمر هام جدا. إذن إيران وأمن الطاقة في ضوء تراجع امدادات الغاز والنفط القادمة من روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ملء الفراغ الاستراتيجي حتى لا تستفيد منه موسكو. لا بأس أبدا أن تتعامل الدول العربية مع الصين ومع روسيا فيما يخص الاقتصاد الوطني لكل هذه الدول، ولكن فيما يتعلق بالأمن والأوضاع الاستراتيجية تبقى الولايات المتحدة هي الرقم الأول، وهي الحريصة على احتواء دول الخليج سواء استباقا للاتفاق النووي مع إيران أو ملء الفراغ حتى لا تملأه روسيا أو الصين، وبالإضافة للأمن الإقليمي الحديث عن الغذاء ومبادرة أمريكية بمليار دولار لدول المنطقة ودعوة دول أوبك والسعودية والإمارات في القلب لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال المرحلة القادمة مع حديث عام عن المناخ، ولكن التأكيد أيضا فيما يخص قضايا الأمن على حرية الملاحة
وعدم تعريض المضائق خاصة هرمز وباب المندب للخطر، فحرية الملاحة وتأمين البحر الأحمر هي قضية اهتم بها الرئيس بايدن. النزاعات المسلحة وتسويتها دون أن يعرج بشكل واضح وصريح اكتفاء بزيارته لإسرائيل وخاصة للضفة الغربية عندما تحدث عن تطلعه لحل دولتين، وإن كان وصفه بأنه بعيد المنال، ولكن الولايات المتحدة تجدد التزامها بهذا الحل الذي أكده كافة القادة. إيران كانت أيضا محورا رئيسيا فيما يمثله البرنامج النووي من تحدي، ولكن هو تحضير للاتفاق النووي القادم وتأمين للحلفاء وملء الفراغ الاستراتيجي في المنطقة. ولكن حديثه برضو لا يخلو من الإشارة لحقوق الإنسان وأن مستقبل الدول مرتبط بالمساواة التي والديمقراطية والمؤسسية، وأنها هي المدخل للابتكار والإبداع والاستقرار وتحقيق العدالة. كلها أمور يعني نتطلع جميعا لتحقيقها من أجل صالح الشعب. نعم. طب سعادة السفير، وجود هذا الإجماع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وربط هذا الموقف بالتأكيد زيارة بايدن لإسرائيل أولا ثم رام الله، واتجاهه مباشرة إلى المملكة العربية السعودية في سابقة هي الأولى، كل هذه المؤشرات هل تشير إلى وجود بادرة للوصول بالفعل إلى حل شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية كما ذكر القادة العرب حل دولتين على حدود 67؟ هو لا مخرج لتحقيق الأمن والاستقرار إلا بالتعامل مع القضية الفلسطينية، ولكن التوقيت الحالي للزيارة لم يكن هناك أحد يتوقع أن تكون القضية الفلسطينية هي مركز التحرك في زيارة بايدن. بايدن قادم من أجل قضية أمن الطاقة، من قضية أمن ملء الفراغ الاستراتيجي وتحضير دول الخليج وإسرائيل للتوصل لاتفاق نووي مع إيران وزيادة طاقة الإنتاج النفطي، ولكن أيضا كان لا يمكنه أن يتحدث في كل تلك الأمور دون أن يعرج إلى القضية الفلسطينية. ولكن الجديد أنه أعاد التأكيد وبلغة واضحة وصريحة عن التزامه بحل الدولتين، وإن وصفه بأنه بعيد المنال في هذه المرحلة، ولكن أشار أيضا أن ربما العلاقات المستجدة مع إسرائيل ودول المنطقة تهيئ مناخ لخلق لحظة مناسبة يمكن فيها إطلاق هذه المسألة. وأنا عندما تحدثت مع سيادتك أن للزيارة قسمين أو شقين رئيسيين، شق يتعلق برؤية الولايات المتحدة وأهدافها من الزيارة، وشق يتعلق بالدول العربية مجتمعة، إلا أكدت وكما حدثنا السيد الرئيس محاور خمس شملت تقريبا كل النقاط. ربما النقطة الوحيدة التي يمكن أن أضيفها لما تحدث به القادة هو ما تحدث به رئيس الوزراء العراقي عن الدعوة لإنشاء بنك إقليمي تنموي للشرق الأوسط يشمل قضايا تنموية كبرى، وأنا أعتقد أن دي هتكون واحدة من المبادرات الهامة لأنها مرتبطة بعملية الربط الكهربائي والنقل والبنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية في المنطقة، وأحييها على هذه المبادرة اللي من خلال القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية تم تطوير العديد من الأفكار والمشروعات الكبرى. ولكن أيضا إذا ما أضيفت للزخم القادم من خلال دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولكن كما أشرت القضية الفلسطينية قضية محورية، ولكن وقتها لم يكن متاحا للتحدث عن حل أو إطلاق عملية السلام في ظل مناخ كل ما كان يهم فيه الولايات المتحدة هو تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة والغذاء، وكذلك احتواء الفراغ الذي نشأ عن تراجع أو ما قيل عن تراجع تواجد الولايات المتحدة في الخليج والشرق الأوسط لصالح قوى قد تستغلها كالصين والولايات وروسيا. يعني لكن الدول العربية يعني تحديدا هذه النقطة سعادة السفير، يعني تصريح بايدن بأنه لن نترك فراغا لصالح روسيا والصين، يعني هذا التصريح برأيك إلى ما يشير في سياسات الإدارة الأمريكية في المستقبل؟ دعنا نتفق على
أن لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة مصلحة استراتيجية في تواجد الولايات المتحدة توفيرا للأمن الذي يمكن أن تفتأت عليه أو تتعدى عليه قوى إقليمية خاصة إيران. وانضمت تركيا في بعض المشاهد، ولكن في جميع الأحوال القلق من التمدد الإيراني والتدخل في شأن 6 دول عربية، إذا كنا نتحدث عن لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن، والنشاط في الخليج والبحر الأحمر والعديد من مناطق الجوار العربي المباشر، ما تستشعر به الدول العربية الخليجية تحديدا بتهديد مباشر لأمنها. فتواجد الولايات المتحدة هي مصلحة استراتيجية لدول الخليج، وتواجدها سيساهم في خلق منظومة تعاون إقليمي قد تقود في مرحلة لاستمالة إيران حتى دون الدفع بالأمور لمواجهات عسكرية. وربما دعوة السيد الرئيس اليوم وتكرار عدد من القادة العرب لضرورة إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تحمل الحل، تحمل ما تلتزم بي يعني ما لا تستهدف به إيران إنشاء برنامج نووي عسكري، وكذلك إسرائيل ربما تقاد من خلال هذه المنظومة للتخلي يوما ما عن السلاح النووي وإن كان بعيد المنال. لكن في جميع الأحوال البعد الأمريكي لتأمين الفراغ الاستراتيجي والتواجد بشكل فعلي هي مصلحة خليجية أيضا، ويسعون إليها ويتحدثون بها. وبالتالي الحديث عن زيادة أسعار النفط، هناك أيضا بعض هام جدا، يعني الأمن والتنمية، ده عنوان قمة جدة التنمية. ستجد الشركات الأمريكية عقب هذه الزيارة والرئيس بايدن سيكون محملا بمليارات الدولارات لدى عودته، ده الثمن. يعني هناك أيضا مصالح لدول مجلس التعاون الخليجي والقضايا التنموية والعسكرية، وكذلك المصافحة برضو حضرتك، يعني من ضمن مكاسب الزيارة المصافحة الأمريكية السعودية في ظل ولاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد فترة من الانقطاع وتبادل الاتهامات بشأن قضايا حقوق الإنسان وما تبنته الإدارة الديمقراطية سلفا ضد النظام الجديد في المملكة. هذه الأمور أيضا تعد من مكاسب الزيارة. تطبيع العلاقات أيضا بين النظام الأمريكي الديمقراطي أو نظام حكم الحزب الديمقراطي الحالي بقيادة الرئيس بايدن والأنظمة العربية كافة هو أمر هام جدا وضروري لاستقرار المنطقة. ولكن يعني دعيني أكد على نقطة هامة جدا، أن الحديث عن ملء الفراغ حتى لا تحتله روسيا أو الصين لا يعني على الإطلاق أننا في ظل محور وجود مصر تأكيد على أن سياسة المحاور غير مقبولة. وأنا أعتقد أن ما نحن بصدد هو تشكيل هيكل لدول منطقة الشرق الأوسط يرتبط أمنيا وعسكريا ربما بالولايات المتحدة، ولكن اقتصاديا وتنمويا بالجميع. وأنا أظن أن الولايات المتحدة تقبل ذلك. سعادة السفير، يعني كيف ترى الدعوة الجماعية من جميع القادة إلى إيران بالتعاون مع الدول العربية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكيف نرى يعني نتوقع استقبال إيران لهذه الدعوة إذا ما أخذنا في الاعتبار أيضا تصريح إيران منذ عدة أيام بزيارة مرتقبة لبوتين لإيران؟ يعني الحقيقة اللغة التي استخدمت في كافة الكلمات العربية كانت لغة وقورة فيما يتعلق بإيران، محددة لأفق التعاون الذي ننشده جميعا، ورافضة لسياسة التدخلات والتعديات والانخراط في مظاهر دعم ومساندة قوى بعينها في الأنظمة العربية تقود لهذه الحروب الأهلية والتوترات، كما هو الحال بالنسبة للحوثيين في اليمن والأوضاع في سوريا والتدخلات في العراق. كل هذه الممارسات الإيرانية وفي لبنان، كل هذه الممارسات الإيرانية باتت مرفوضة، وكان الحديث بلهجة تصالحية وراغبة فعلا في إنشاء منطقة تعاون وأمن إقليمي. فكفانا حروب وكفانا توترات وكفانا تدخل في الشؤون
الشؤون الداخلية وأن ما ستقوم به الولايات المتحدة، وأنا أعتقد أنه بات وشيكا الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما لزم من الولايات المتحدة تأمين دول التعاون الخليجي والمنطقة من أي مخاوف ناجمة عن هذا الاتفاق. واتفاق يعني أنا أعتقد أنه بات حتميا، لأن الولايات المتحدة في حاجة لدخول إيران للسوق النفطي العالمي وفي أسرع وقت حتى تواجه تداعيات تحييد الغاز والثروة النفطية الروسية التي كانت تشكل 40% من حاجة أوروبا. وبالتالي التواصل الاتفاق مع إيران أمر ضروري، وأنا أعتقد أن الزيارة في جزء رئيسي منها كان لتلافي أي سوء فهم أو فراغ استراتيجي استغله روسيا أو الصين أو مخاوف تخص إيران في إسرائيل وفي منطقة الخليج. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.